طيب واحد يقول مثلا الفقراء الآن مثلا عنده رز، يجوز أعطيه فلوس بدل ما أشتري له 3 كيلو أعطيه فلوس. هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين العلماء، وأقرب الأقوال وأرجحها أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن زكاة الفطر عبادة، وهذه العبادة لابد أن تكون على نفس الصورة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الأحوط للإنسان أنه لا يخرج زكاة الفطر بالمال، وإنما يخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. الأمر الآخر أيضا الذي يسأل عنه بعض الصائمين، إذا كان عندك زكاة فطر، أنت مثلا عندك زكاة فطر 3 كيلو، هل يجب أن تعطي 3 كيلو لفقير واحد، ولا يجوز تقسم مثلا 3 كيلو أقسمه مثلا بين فقيرين أو 3؟ يجوز هذا، يجوز أني زكاتي زكاة الفطر التي تخصني 3 كيلو يجوز أني أقسمها بين فقيرين،